تقول ايه المبارك في عيد ميلاده؟ اقول كل سنه وانت طيب وربنا يديك عنا خير جزاء في الفتره اللي انت حققت فيها الامن المصري ونردك سالم الى بيتك ان شاء الله. ابدا بقى اقول له دمرتنا، يعني دمرتنا ودمرت الشباب، دمرت بلدنا، بلد الامن والامان. دلوقتي مش عارفين نمشي في الشارع، اقتصاد البلد نزل، الشباب متدمره، مش عارفه تعمل اي حاجه. بس اسمه المهنه؟ اسمه حسين محمود احمد. المهنه؟ يعني المهنه محاسب. تقول ايه المبارك في عيد ميلاده؟ اقول له ربنا يفك حبسك رغم الحاجات اللي عملتها الخير يغطي على الشر اللي اتعمل، رغم ان في حاجات اللي اتعملت دلوقتي بنشوفها دلوقتي بنحس الفرق الكبير. اسم محمود عزت عبد الحفيظ، خريج حقوق عين شمس دفعه 2012. تقول ايه بقى المبارك في عيد ميلاده؟ اقول المبارك ان حسبنا الله ونعم الوكيل، ان كتير زي متعلمين يمكن احسن مني قاعد في البيت واللي شغال شغلانه غير شغلانته، كل ده بسبب الفساد. وشغل اكتر حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا ينصر البلد. اسمه محمود حسن. تقول ايه المبارك في عيد ميلاده؟ كل سنه وانت طيب، يا ريت تقعد لنا تاني. للدرجه دي؟ ها؟ للدرجه دي؟ اه والله يوم من يومك. شكرا. ربنا يشفيه ولا تاني ولا تالت، بنقول ربنا يشفيه يعني. يشفيه، اتمنى له ان هو يخرج ويطمنا ويطمن كل واحد على اللي ليه يا رب، وقع على كل متضايق. وبالنسبه للبلد ربنا يهدي يا رب، ربنا يهدي يا رب. شايف حاجه احسن من اللي موجود دلوقتي ولا اللي موجود دلوقتي؟ والله الموجود ويخلي البلد حلوه، احنا اللي يمشي البلد يعني. زي ما كانوا بيقولوا هو كان بيبهدل البلد بس كان مريحنا. شايف ان البلد دلوقتي مش مرتاحه؟ لا طبعا، اللي بيخطفوا البنات قدام امهاتهم ولا في شغل ولا في حاجه. البلد هتهدى، هتبقى حلوه ان شاء الله، هتهدى البلد كده. بتصورينا ما تخافيش، مش على كده هتلعبها الصوره والكلام بيننا. وعمرك يا رب الصوره طالبين اللي ينفع البلد ويخدم البلد، انت يمشي البلد يعني ده اي حد يعني.